جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول: في المدرسة نتوضأ من الصنابير ولا يمكن أن نشرب منها، هل يصح الوضوء؟ مع العلم أنه لم يثبت لنا عدم طهارة الماء. الأصل في الماء أنه طهور، لا سيما إذا كان لا يظهر عليه علامة نجاسة كتغير رائحته أو طعمه أو لونه بنجاسة. الأصل فيه أنه طهور. قال الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن أهل العلم أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه يكون نجسا، أما ما لم يتغير فإن الأصل فيه الطهارة والحمد لله. الأصل فيه الطهورية والحمد لله.